السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هشام كمال. النهاردة في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا، يعني كل معلم هيستكمل ملف الترقي بتاعه إلكترونيا عن طريق الحاسب الآلي للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم. بكل معلم هيدخل على كادر المعلم ويدخل بيانات، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/6 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8 خلال شهر ونص. جاء ذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقية والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي واستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي، وفي إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين. من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين على أهمية التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي ومتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إجراء للالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي. وأوضح حجازي أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى للأزهر بشأن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي الإلكترونيا للعام 2021 للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر رابط بيانات كادر المعلم اللي هو خاص بموقع الأزهر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا. يعني كده برضو ملف الإنجاز هيخش المعلم أو مدير المدرسة ويكمل ملف الإنجاز بتاع المعلم. وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية وآليات دفع تكاليف تلك البرامج والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، وذلك في إطار استعداد المديريات التعليمية لعقد المسابقات الخاصة بالتقدم لشغل وظائف مدير ووكيل ومدير إدارة تعليمية ووظائف التوجيه الفني. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكراً.